ضمن اتفاقية الزبدان الفوعة الموقعة بين جيش الفتح والمفاوض الإيراني، بدأت اليوم العملية السادسة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى كل من بلدتي الفوعة وكفريا، وكذلك إلى مضايا والزبدان، حيث تتم العملية بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن اتفاقية الزبدان والفوعة الموقعة بين جيش الفتح والمفاوض الإيراني، نقوم الآن بالإدخال المساعدات الغذائية إلى الفوعة وكفريا مقابل إدخال ضعف الكمية إلى أهلنا في الزبدان ومضايا المحاصرتين، ويحاول جيش الفتح قدر الإمكان تخفيف المعاناة التي يعانيها أهلنا في المناطق المحاصرة في مضايا والزبداني. 7800 سلة إغاثية إلى مضايا و200 سلة إلى الزبدان، يقابلها 4000 سلة تتوزع بين الفوعة وكفريا، حيث تحوي السلة الواحدة على كيس من الطحين بالإضافة إلى مواد غذائية وطبية. تفصلنا الآن عشرات الأمتار عن بلدتي الفوعة وكفريا، حيث بدأت الآن السيارات المحملة بالمواد الغذائية بالدخول إلى هاتين البلدتين، لتنتهي بذلك العملية السادسة لإدخال المساعدات إلى الفوعة وكفريا وكذلك إلى مضايا والزبدان. شاهر سماق، أورينت نيوز، من على تخوم بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب.